مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم. ربي يستركم يا جماعه. اول شيء صلوا على النبي وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. يا جماعه هذا الفيديو رح يكون قصير، رح نحكي فيه كم قصه لازم نوضحها. شوف اول شغله يا جماعه، نحن اول فيديو نزلناه مشان موضوع المشاكل، مشان اللي عنده مشكله تمام يشارك لنا اياها بيتصل، ونحن احنا رقمه مشان اهل الخير اللي بده يساعد. تمام، للاسف وقت استقبلنا اتصالات كان اغلب الاتصالات تسلم علينا، والناس اللي كان عندها مشكله محبين طبعا على عيني وراسي، بس الناس اللي عندها مشاكل نظاميه ما حسبت تتصل. تماما، بس الفكره مو هون، الفكره يا جماعه انه نحن محمد ورومي تمام ما خرج نقدر نساعد، لو بطلع بايدنا نساعد قسما كنا والله ساعدنا الكل اقسم بالله. لكنت انا اول واحد شلت الكل قسما بالله العظيم، اقسم بالله، لان يعني جد في حالات بتستاهل 100%. طبعا. والشيء الثاني اللي رح نوضحه انه نحن قلنا رح حدا يطلع ويحكي قصته، يطلع يحكي انه شو صاير معه، واذا كان في حدا عم بيتابع الفيديو فهو مقتدر وبده يساعد حدا فهو رح يساعد. يعني توصيل كان بس منصة واسطة خير، واسطة خير ونص الرسالة بس للعالم اللي بتساعد ومعك واسطة خير بين أي شخص. المهم بس صار شوية هيك تلخبطت، إن شاء الله بغير مرة بنسويها بس بطريقة تانية لحتى نقدر نوصل للعالم، نقدر نوصل للعالم اللي عنده مشاكل. هي واحد. اثنين، طلبنا من الناس فيديوهات مشان إذا في حدا عنده محتوى على اليوتيوب يبعث لنا فيديو عن محتوى ننزله وننشر رابط قناته. طبعا الأغلب مع الأسف الشديد سحب لنا فيديوهات من على التيك توك تمام، وبعته والأغلب بعت لنا فيديوهات فيها مسيئة حقوق تبع ونشر، ما فينا نعرض أكيد الفيديوهات. وأنا وضحت أكثر من مرة قلت لكم يا جماعة إنه ما يكون في مسيئة نهائية بالفيديو. في عالم بيعت فيديوهات ميلة تماما، يعني ميلة يعني في ناس بيعت فيديوهات وفي منهم بيعطينا شو اسمه تصاميم، يا جماعه تصاميم نحن مو غير هيك. في عالم مثلا سحبين فيديو من اليوتيوب الا نحن مده دقيقه يطشين ام الفكره تمام، بس يعطينا فيديو هيك مده دقيقه بس اشو بس عفسل مع بعض. المهم يا جماعه عملنا فيها هلا حاليا يوم الاحد اذا الله يسر بدنا نطلع مع حدا من المتابعين، بدي اذا كان في حدا ضمن اسطنبول حاليا ضمن اسطنبول موجود شابين يكونوا رفقه اخوه ما بتفرق نطلع معهم انا واخوي محمد نعمل تحدي او اي شيء. المهم فاللي موجود باسطنبول يبعث لنا بس رسائل على الانستغرام على الانستغرام مربوط بالصفحه 100% وهو صندوق الوصف انستغرام اخوي محمد، حتى اذا بحثتوا على الانستغرام كتبتوا رامي وصلي او محمد وصلي راح يطلع لكم بالعربي. طبعاً. المهم حكون خير الله، بتمنى الناس الموجوده باسطنبول بتحب نتقابل ونساوي جو مع بعضنا تبعث لنا على الانستغرام وان شاء الله خير. عن طريق الرقم لا كنسل، عن طريق الرقم كنسلنا لاني صار كميه يعني شوف كميه طبعاً. الرسائل تقريبا يعني هلا حاليا بعد فتره بده يوثقوا لنا الواتساب، ما بعرف اذا قلت لكم هي القصه لاني صار تقريبا في حاليا 5000 متابع على الواتساب رقم ان شاء الله حتى منصه الواتساب ونصير مشهورين على وناخذ درع الواتساب. المهم ما لنا فيه يا جماعه، حقكم خير الله، شكرا لتواجدكم، شكرا على كل شيء، وبتشكر اي حدا بعت اي رساله على الواتساب طبعا يا جماعه، ونعتذر من الكل الناس اللي ما قدرنا نرد عليهم، حقكم خير الله وان شاء الله مستمرين ان شاء الله بالمحتوى في القناه تمام، من ناحيه المقالب من ناحيه السكتشات من ناحيه مشكله جديده لان من ناحيه هذا مستمرين باذن الله معكم باذن الله. حقكم خير الله، كان معكم محمد رامي، نشوفكم فيديو جديد و السلام عليكم.